أهلا بكم متابعينا، عدنا للتواصل معكم عبر هذه الفقرات من 24 جراد، ووصلنا معكم إلى قضية هذا المساء، واخترنا قضية ليست ببعيدة عن ما يحدث هذه الأيام، باعتبار أنه أكتوبر هو تم اختياره لمحاربة سرطان الثدي، وأطلق عليه أكتوبر الوردي، وإن شاء الله كل المحاربات يصلوا إلى بر السلامة وتكون تجربة استفادوا منها ويحكسوها للأخريات، عشان لأنه أهم دافع في أنك أنت تبقى كويس تشوف تجارب استطاعت أنها تمر عبر البروتوكول العلاجي الطويل، وإن شاء الله أنتوا دائما بألف سلامة وعافية. وزي ما أنا في كل سنة قاعد أقول إنه سرطان الثدي هو بيصيب النساء، لكن هنالك حالات حتى ولو قليلة أيضا تصيب الرجل، إن شاء الله الكل بألف عافية وسلامة. الصحة في العالم أصبحت مهددة بالفيروسات المختلفة، وكأنها أخذت الحرب على الإنسان بأنها هي في كل ما مرة تطور نفسها وتظهر لنا بأشكال جديدة. وبالتأكيد عندما نتكلم عن وباء لن نذهب بعيد من كورونا وما فعلته في الأنظمة الصحية المختلفة. الآن هنالك فيروس نادر وجديد عرف ب يعني فيروس يعني تحدثوا عنه يشبه الجدري، ولكن اسمه جدري القرود، وهو الان موجود في السودان. عايزين نتكلم عنه ونعرفه اكثر، لانه الان الظروف الاقتصاديه للاسر ما بتسمح انه يكون هنالك مريض داخل الاسره. ايضا القطاع الصحي الرسمي على عاتقه عدد كبير من المشاكل تاثر بالاقتصاد العام للبلد، وايضا تاثر بجائحه كورونا ووقف الدعومات من المنظمات الدوليه للقطاع الصحي للسودان او في السودان. لذلك يجب علينا انه نحن نهتم بصحتنا. اليوم للحديث عن هذا الفيروس، وهو فيروس جذري القرود، نسعد باستضافة بتول شوقي علي، مدير إدارة الترصد المرضي والمعلومات بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وزارة الصحة ولاية الخرطوم. مرحب بك ومساء الخير عليك. مرحب بك، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين داخل وخارج السودان. قناة السودانية 24، اهلا وسهلا بك. شكرا كثير لاتاحتكم لهذه الفرصه. اهلا بك، تشرفتينا. في دار المواطن اكيد احنا محتاجين، لانه هو يعني احنا لما نقول جدري الناس يقول لك والله ده برجم عادي. يعني حتى يقول لك انت لو برجمت ثاني ما حد برجم، وغير من الحاجات اللي ممكن تكون هي ضعيفه في المعلومات، ما عندها علاقه بالواقع، وقد يكون هو شبيه للبرجم اللي احنا بنعرفه، لكن تطور واصبح له اعراض اخرى. أول حاجة حدثينا عن بداية ظهور الفيروس والأعراض اللي أنتوا ميزتوها أو عرفتوها بالذات للمرضى من داخل السودان. إذا جينا نتحدث عن جدري القرود، هو واحد من الأمراض الفيروسية النادرة الحدوث، هو مرض حيواني المنشأ، بدأ في عام 1958 في معمل الأبحاث في الدنمارك في القرود، لذلك ارتبط الاسم بجدر القرود. تم تسجيل أول حالة إصابة في البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو لدى طفل عمره 9 سنوات. حاليا المرض بدأ في 7 مايو في 2022. تم تسجيل إصابات للاشتباهات في السودان وكذلك في ولاية الخرطوم. وأنا قريت في يعني الخبر إنه يعني هنالك يعني رغبة عالية في إنه الناس يعني تعمل طوارئ، لأنه بدأ ينتشر في أكثر من ولاية في السودان. طيب الأعراض ممكن تظهر؟ إذا جينا على الجدري القرود، الأعراض بتاعته بتبدأ بالحمى، آلام في العضلات، في تور، بالإضافة لتضخم في الغدد الليمفاوية، ودي السمة الوحيدة اللي بتميزه عن باقي الأمراض الجدرية الأخرى، إذا كان تيكون بوكس برجم أو حزبة. الحزبة نعم. اللي هو في بيكون في تضخم في الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية عفوا. هو أسي الآن بالنسبة لكم أنتم غريب، يعني الفيروس نفسه متطور، يعني لذلك الآن يعني ظهر لنا وبدأ ينتشر من جديد.
هو حاليا هو 2003 تم تسجيل حال 2005 بالضبط تم تسجيل حالة في السودان بولاية الوحدة. حاليا بدأ التبليغ منه في 21 مايو 2022. بدأت الحالات, بدأت في بلاغات تترصد, لكن الحمد لله لم يتم تسجيل الإصابة إلا في 20 سبتمبر. السبب شنو؟ والله بس يعني المواطنين ما في يعني ما بياخذوا يعني الحيطه والحذر من انه ما في حيطه والحذر. نعم. وبعدين ما بنتبع الاجراءات الصحيه وما في اتباع للاجراءات الصحيه, واللي بيتبع الاجراءات الصحيه ده بنعتبره زول هوين كده وخواف كده. وكمان الاسوء من كده انه يعني بعض الناس بيعتبروا انه الزول اللي بيخاف على نفسه من العدوى ده زول ما متوكل على ربنا, وده امر خطير يعني. فعايزين نعرف مثلا الإجراءات الصحية المفروض تتبعها الناس كلها في إنه ما يتعرضوا للفيروس ده. هو المرض ده بينتقل عن طريق الاحتكاك المباشر مع الأقراض بتاعت المريض أو الحالة المشتبهة أو عن طريق الاتصال الجسدي. لذا أبسط حاجة غسل اليدين, يعني ما فيها حاجة أو حاجة سهلة. الناس ممكن تتبع الإجراءات بغسل اليدين بالإضافة لإنه ياريت في الأيام الجاية نقلل شوية المصافحة. عشان نقلل انتشار العدوى. طيب خلينا نتكلم عن القطاع الصحي وجاهزية ولاية الخرطوم لجدر القرود. نحن كولاية خرطوم الحمد لله يعني في جاهزية تامة لدرء المرض ومحاربته. تم في البداية توزيع جايد لاينز للمستشفيات من بوسترات تسقيفية بالإضافة لبروتوكول المستشفيات يعني بوسترات مطبقات بالإضافة لتدريب الكوادر التعامل مع الحالات المشتبهة وكيفية التبليغ عن الحالات وبعد كذلك العلاج بالإضافة لتدريب فرق استجابة سريعة في كل المحليات. مجرد ما يصل البلاغ عبر المجتمع أو عبر الوحدات الصحية في تيم بتاع استجابة سريعة في كل محلية بيصل لحد الحالة في المنزل في غضون أقل من نص ساعة. بعد ذلك بتتأخذ العينة وننتظر النتيجة. طبعا الناس الآن بيسمعوا أنه هو انتشاره ما عالي, لكن ده كمان ما حاجة مفروضة أن احنا نعتمد عليها, لأنه إذا أهملنا بيبقى الانتشار عالي. فعلا بالضبط كده, لأنه شنو الناس مهملة المرض شوية وما مدياه أهمية في البلاغ. حتى في البلاغات يعني البلاغات ما كثيرة, ودارين يا ريت الناس يعني لو شافت اي واحد من الاعراض اللي قلناها دي حمى في طفح في طفح جلد يا ريت شنو تبلغ السلطات الصحيه. يعني ما يمشي يجيبوا طين البحر ويتمسحوا به, يمشي طوال يبلغوا السلطات الصحيه باعتبار انه الناس بتتكلم عن انه هو ده برجم عادي يعني. ودي هنا يعني الخطوره في انه الناس تقلل من اهميه الفيروسات, وان يعني هي حاجة ما خطيرة. مع الأسف الشديد الأزمات الإنسانية المختلفة السبب الرئيسي والعدو الأول والذي يهاجم الإنسان هو الفيروسات المختلفة والطفرات اللي بتحصل لها. طيب خلينا نتكلم عن تواصل وزارة الصحة ولاية الخرطوم مع المرضى, هل تواصلتوا معهم والآن كيف حالتهم؟ في تواصل مع المرضى, بنتواصل معهم لحد فترة حضانة المرض اللي هي من 5 إلى 21 يوم من بداية ظهور الطفح. نحن نعتبر شنو فترة بتاعت الفولو أب أو المتابعة. بيتم يوميا الاتصال بهم لإطمئنان على صحتهم. والحمد لله إنه المرضى يعني. أنا كان حضرت واحد من التقارير بيتكلم عن إنه مثلا كورونا عند الأطفال ممكن تكون بسيطة وغير مميتة, لكن جدر القرود خطير جدا على كل الفئات العمرية. هل الكلام ده حقيقي؟ هو أكثر حاليا في السودان خصوصا إنه أكثر في الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات. ليه؟ لأنه ما بيهتموا بالنظافة الشخصية, وبعدين اليدين دي أقرب طريقة للوجه, والمرض ده بيبدأ طفحي من الوجه بعد ذلك بنتشر لبقية الجسم. صحيح. وإحنا هنا مفروض نعمل حسابنا. أنا بشكر كثير بتول شوقي علي مدير إدارة الترصد المرضي والمعلومات بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وزارة الصحة ولاية الخرطوم, شكرا لحضورك وإن شاء الله في ميزان حسناتك هذه التوعية. بشكرك جدا, وبحب عبركم أنا أوصل الشكر لكل العاملين وزارة الصحة خصوصا في نظام الترصد المرضي والمعلومات. لو كان على مستوى المستشفيات ابتداء من الإحصاء لحد المدير الطبي. وبرضو بوصل شكر لكل أتيام السيابة السريعة, لأنه الناس زي الحارسين يعني
نعم ومواجهين المرض. مواجهين المرض إن شاء الله ربنا يحفظكم. خط الدفاع الأول صحيح ويحفظ هذه البلاد من الأوبئة والأمراض المختلفة. نتواصل معكم متابعينا عبر هذه الفقرات من 24 جراد فاصل، ومن بعده نعود مرة أخرى. كونوا معنا.